هو التوحيد؟ التوحيد سشدي. لو قال لك قائل هل أنت موحد؟ تقول نعم. يقول ما هو التوحيد؟ بينه لي. كثرت تشادر توريش تموحدي تبورتوجه أو يمدر تبوجه بيان كرات التوحيد. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الله رب العالمين يوالده دري وارد التوحيد أقسامه كيشاغاء الربوبية ألوهية أو أسماء والصفات. نعم. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الربوبية دي توجه الله رب العالمين بخل أفعاله كارونك يوازي وقني بأن الله هو الخالق. الله رب العالمين فإذا كونك وخالق ذي والرازق الرزق وركونك ذي. نعم. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، إفراد الله سبحانه وتعالى بكل العبادات. توحيد الألوهية دي توجه الله رب العالمين بطول عباداتك يوازي وقني. نعم. فلا نعبد إلا الله. ند اللهنا بغير بذبلش عبادتنا. كما أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأنه خالق ورازق، لابد أن يفرد بأنه هو الذي يعبد. لك سنجج الله رب العالمين في ربوبيتك خالق ورازق كي يوازي قرنو دغرنج في عباداتك هم يوازي قرنو. نعم. الثالث توحيد الأسماء والصفات. دريم قسم توحيد أسماء صفات. إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. الله رب العالمين يوازي قرن البخل صفاته وأسماء نمونه وصفاته كي. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. كم نمونه وصفاتنا الله دخل زاند بارا ثابت كريدي أو بيغمبر ولا ثابت كريدي منقول لها غثابته. ننزه الله سبحانه وتعالى الخالق الكامل عن مماثلة المخلوق الناقص. الله رب العالمين بدل ناقص مخلوق سرد مشابهتنا زان ساتو. نعم. نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. من بوايج من إيمان راوده زانم تسليم كرده وتصديقم كرده. لا نسأل ولا نقول في أسماء وصفاته كيف أو لما والله أعلم. ده الله رب العالمين في صفاته وأسماء وباركه بدات بوسنك وجه سنجدي أو سنجني دي.